رحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وأجدد الترحيب مرة أخرى بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة بالزميل العزيز أستاذ الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة. برحب بحضرتك مرة تانية يا دكتور محمد. حقيقة كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الناس اللي هي ما استخرجتش الكارت الذكي وهيصرفوا أسمدة ولا لا. حضرتك قلت لي طب إزاي ونفهم إزاي؟ احنا برضو لما ابتدينا الموسم الصيفي اللي هو قربنا خلاص هينتهي خلال ايام ان شاء الله، حبينا نعمل حاجه اسمها توازن. يعني ايه التوازن؟ يعني انا عندي فلاح معوش كارت، عندي مجموعه ورثه مش عارف اديهم كروت، لان ده شيء غير قانوني، ان ادي واحد ادي مين وسيب مين بالظبط. فاحنا قلنا يا جماعه بعتنا منشور من اول فتح الموسم في 18/3، فتحنا الموسم قفلنا الموسم 18/3 وفتحناه 20/3 وبعتنا المنشور. قلنا يا جماعه اللي معاه كارت لازم يصرف بالكارت. طيب اللي ورثه، ما عايزين نشجعهم، عايزين نخليهم يروحوا وهم عندهم دافع لهذا الموضوع. فقلنا الورثه اذا راحوا الجمعيه النهارده وعملوا تفويض لاحد الورثه انه يطلع له كارت الفلاح، يطلع له الكارت خلاص ناخد منه البطاقه والتفويضات من باقي اخواته اللي صالحه هو الجمعيه امام مجلس الاداره والموظفين، بيمضوا على الورق ده قدامهم. يبقى هنا ياخد اسمدته كامله من غير الكارت، من غير الكارت بالتفويض. بالتفويض ياخد. هل التفويض ده يكون موثق يا دكتور محمد؟ لا لا. ولا مجرد ان اخواته في يروحوا الجمعيه ويروح يمضوا. انا بصراحه معجب قوي بالتسهيل ده، ده مهم، لان برضو كانت القصه، معلش اسمح لي، انه طب اخويا في الحته الفلانيه، طب اخويا بره، طب اخويا كذا، طب ازاي يعني؟ كان برضو فيها شيء من التعيد. لكن كون اقول له هات اخواتك في الجمعيه قدام مدير الجمعيه يمضوا انك انت المفوض، يبقى ده تسهيل بصراحه، بنشكر الوزاره عليه. تمام. احنا بقى عملنا ايه؟ الدكتور حامد راح الجمعيه ما لا يعلم عن الكارت شيء، ومع احترامي ليه ومستوى الثقافة وكل حاجة، بس الراي ما سمعش على الكارت، مش عيبه. يا جماعة أنا عايز أصرف أسمدة بتاعتي، والنبي دكتور حاليا إحنا عندنا اختراع اسمه كارت الفلاح وعندنا بس أوامر. بس ما فيش حد ما عرفش يا فندم. معلش إحنا بس يعني احتمال ضعيف، يعني احتمال الأسوأ. أنا باخد على الأسوأ. ودخل الجمعية الراجل وعايز أسمدته النهاردة. طب يا فندم نبص في الدفتر، نبص في التابلت، في حاجة اسمها استعلام. ليك كارت يا فندم في البنك. انا بحكي لك على بدايه الموسم الصيفي. الدنيا اتغيرت خالص دلوقتي. انا بقول لسعادتك عشان احل المليون و6 من 10 دولار و400 الف عملت ايه؟ ده على بدايه الموسم الشتوي. الرقم ده من بدايه الموسم الصيفي كان عندي. الرقم اللي انا بقول لسعادتك عندي ده كان عندي من بدايه اللي هو الصيف اللي فات. اللي احنا فيه، اللي احنا فيه قرب يقفل. كان الرقم ده عندي. ما انا لما جيت انقل الصلاحيات على ما نقلتها، بتاخد اجراءات وتاخد تدريب وتاخد شغل جامد عشان انقل من هيئه لهيئه. فبصراحه كده دخل الدكتور، انا عايز الاسمده بتاعتي عشان الزرع النهارده هيتسمد. ماشي يا فندم، نفتح الكمبيوتر وقلنا ليك كارت في البنك اللي جنبينا، روح هاته. طيب فتح، ليه مالوش كارت؟ طب يا فندم احنا كل اللي عايزينه من سعادتك تصور لنا البطاقه بس. ياخد صوره البطاقه، يديله اسمدته، هو ايه؟ هو واقف مع السلامه. كويس برضه. ده إيه؟ ده تسهيل اخر. تمام. يبقى انا عملت ايه؟ صرفت ورقي، مع لحد النهارده مسموح ورقي. ماشي ورقي وماشي كارت. التسيير ده اللي احنا عملناه او التجاوز اللي احنا عملناه ده لصالح المنظومه. انا كده خدت الناقص عندي، ايه اللي ناقص عندي؟ الرقم القومي. اخدته من الفلاح وهعمل له كارت. طيب الحاجه الثانيه ورثه، فبعمل تفويض للورثه وخدت بطاقه الراي اللي اتعمل له التفويض وادي له اسمدته. هم مشوا من هنا، وانا حاليا دلوقتي عندي في كل جمعيه بطايق وتفويضات واتفتحت لي الصلاحيه. يبقى ايه اللي ناقص دلوقتي؟ ابدا اسجل على المنظومه هذا الكم المتراكم من صور البطايق. يبقى انا عندي مسجل على المنظومه مثلا وليكن وصلنا مثلا 70% تسجيل. هل عند حضرتك في الجمعيات موظفين كفايه يقوموا بهذا الدور؟ الموضوع بسيط. هي ابلكيشن بيفتح، يختار انشاء حيازه، بينزل له ابلكيشن زي اي ابلكيشن عندنا على التليفون. بيكتب الاسم،
يكتب تاريخ الميلاد طبعا في حياته بياناته بيكتبها. حدوده البحريه بالزبط. حدوده القبليه حدوده مش عارفه ايه بياناته ومواصفات او قطعه الارض بتاعته هيسجلوا الحيازه اللي موجوده عنده في وطبعا هو زارع ايه ما هو دلوقتي لما انشئ حيازه يهمني الاول ابني الهيكل اول مساحتك كام في الحوض فين قد ايه دي اسمها انشاء حيازه انشات حيازه وصورت المستندات بالكاميرا بتاعه التابلت الاخ في الاداره بيدخل يشيك ويعتمد المديريه تعتمد ترجع هذه الحيازه اللي سجلت تبقى حسمه معتمده تمام الاعتماد ده حاليا مجرد ما يعتمد يطلع له كارت ياخد الكمبيوتر بيدي امر لاصدار الكارت باصدار كارت طيب هو عمل للدكتور حامد حيازه في المنوفيه والدكتور حامد من القليوبيه وعنده حيازه في القليوبيه فعنده كارت فيتصب على نفس الكارت اللي معاه يبقى كارت واحد يتصب عندك مش هطبع لك تاني الحيازتين يبقوا في نفس الكارت فدي خلاص طيب النقطه دي برضو محتاجه توضيح شويه يا دكتور محمد لكن بعد اذنك ناخد عبد الغني من الدقاليه الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور حامد وكل سنه وحضراتكم طيبين وحضرتك طيب اتفضل الله يبارك في حضرتك اكلم الدكتور محمد دكتور محمد يوسف معاك على الهواء اتفضل يا دكتور محمد اهلا وسهلا انا عبد الغني الطنطاوي المنصوره اللي كنت كلمت حضرتك قبل كده بخصوص اراضي طرح النهر اهلا وسهلا حضرتك فاكرني دي وضعيات اهلا وسهلا احنا جرت العاده يا دكتور ان احنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان احنا بناخد جواب بشهادات السنه اللي هي احنا المستحقه وبناخد جواب من الاملاك الاماليه وبنروح الجمعيه الزراعيه وبنصرف الاسمده تمام السنه دي قالوا المنظومه اتغيرت عشان خاطر موضوع كارت الفلاح تمام رحنا للاستاذ احمد ابو العز اللي حضرتك قلت لي عليه في المديريه تمام انسان محترم وانسان فاضل كلها مرفوضه تمام مرفوضه ليه مانيش عارف هوضح لك لجأنا للرئيس الاداره المركزيه للملكيه والتصرف هناك في الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه بالدقي فحولونا للدكتور فوزي الباشمهندس طارق والمهندس عزة طب حاجة عبد الغني يعني دلوقتي انت عندك مشكلة في استخراج الكارت ازاي انا هرد عليك طيب أنا هندي فرصة للدكتور محمد يرد وبنشكرك جدا وبرضو تابعنا وهتشوف الرد اتفضل في الجزئية دي هذه الاراضي اللي هي تخضع لولاية هيئة او جهة سواء هذه الجهة تتبع وزارة الزراعة أو لا تتبع وزارة الزراعة يعني ممكن الأراضي دي تتبع الأوقاف الأراضي تتبع المحافظات أو تتبع وزارة الموارد المائية والرياضة أي أو تتبع التعمير أو صح. تتبع أي وعملت للمستأجر وعملت للوضع مع الدولة كل مطلوب من هذا الأخ أو أي حد على نفس المستوى عنده أرض تبع ولاية كل المطلوب منه يجيب جواب من هذه الهيئة بموافقة الهيئة على استخراج ما احنا كنا عاوزين نستفسر منه الأرض اللي هي طرح النهر دي تبع ايه لا هو هي معروفة وبيقول لنا حضرتك عارف القصة معروفة تبعيتها في جزء تبع الوزارة وفي جزء تبع وزارة الري بس المفروض اللي تبع الوزارة ما فيهوش مشكلة لا يا فندم هو فيه مشكلة احنا يهمنا الهيئة اللي وضع ايديها على هذه الأراضي هل هذه الأراضي العلاقة اللي بين الفلاح وهذه الهيئة علاقة إيجارية ومستمرة ولا أو هي علاقة تقنين لحين انتهاء دفع الثمن يعني زي أراضي المحافظات الناس بتشتريها سيان أنا شخصيا ما يهمنيش طب أنا يا دكتور محمد بعد إذنك أنا في النهاية أنا بدي السماد للزرع طب أنا دلوقتي حاليا أنا مش للمواطن ولا لا يعني لا عشان بس الأمور تبقى مقننة أنا أقول لسعادتك إحنا عايزين من هذا الشخص جواب من هذه الجهة اللي هو بيتعامل معها سواء بيدفع لها فلوس أو بيدفع لها قيمة إيجارية أو ثمن الأرض ومن خلال سعادتك بالناشد السادة في المحافظات والسادة الجهات الولاية بأنهم إذا كان هذا الشخص في علاقة قانونية وعلاقة إيجارية أو ماشي في التقنين ويبعت لنا يجيب ما يفيد هذا يبعت لنا جواب يقول استخرجوا كارت فلاح لهذا الشخص ممكن حددوا يعني مثلا أنا عايز أقول لك الفلاح ده مأجر 5 سنين سنتين سنة يبعت لي جواب بالكلام ده طيب التقنين
هي الهيئه خايفه مثلا مدياني انا شخصيا مثلا 5 فدان. طيب استسمحك لان النقطه دي واضح ان هي تاخد وقت. معانا حسام من البحيره. الو. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك. ازيك يا دكتور حامد؟ اهلا بيك اتفضل. حضرتك دكتور حامد انا من عندنا ما صرفناش الكمامه الصيفي وفي جي مرتين جرابيه وما صرفناش خالص. احنا في مركز ايه في البحيره؟ مركز الكم الاخضر يا فندم، حوش عيسى الكم الاخضر. حوش عيسى الكم الاخضر. حوش عيسى. حوش عيسى فعلا انا عارف وجات لي استفسارات كتير في حلقات السابقه عن وبعتنا له بعض بس لسه كميه ما استوفتش وهتبقى دي للصيف كده خلص يا فندم ولا ايه؟ لسه معاك لحد ان شاء الله قبل شهر 10. ما هو انا مش هستنى لما خلاص ما يعني ما ان شاء الله المحاصيل الصيفيه في نهايتها بس انا بوعدهم ان شاء الله باذن الله الموسم الشتوي هيبقى منظم اكتر من كده بكتير. طيب بفضل الله تعالى ان شاء الله. طيب يا اخ حسام يعني انا طبعا يعني بحيي الدكتور محمد انه معترف ان كان في سلبيه فعلا من بعض الشركات وعشان كده ده اخر وصول الاسمده لبعض الجمعيات، لكن هو برضو سيادته بيقول ان شاء الله من بدايه الموسم الشتوى هيكون هيتم تلافي كل هذه المشاكل لان احنا خلاص يعني يا فندم حضرتك اللي هو انت طلعت الكارت الذكي يا اخو حسام. ايوه يا فندم. تمام. خلاص ان شاء الله الصيف ده هينضاف لي في الشتاء ولا خلاص يطرح عليا؟ لسه الموسم مستمر. الموسم مستمر. طيب اللي ما صرفش الموسم انتهى وما صرفش ان شاء الله النهارده هضيف الحصه بتاعته ناخد من سعادتك الاسم الجمعيه وهنكلمهم ان شاء الله ونشوف. طيب سيب بياناتك يا اخ حسام والدكتور محمد. هي على العموم حوش عيسى احنا دعمناها بكميه كبيره بس هي حوش عيسى جمعيه الرزيمات في المزارعين انا حضرتك احنا محفز صغير يعني فدان كل الحكايه ايا كان ما انت ليك مقرر سمادي. طيب تمام الجمعيه ماشيه يا فندم ماشيه بالكوت عندنا يعني مدير الجمعيه بيدي الناس اللي هي يا فندم معلش سيب بقى بياناتك كارت الفلاح هيلم والدكتور محمد يشوف المشكله وان شاء الله يحلها. احنا بس عشان ما نتلافاش كلمه الكوسه والجمعيه ماشيه بالكوسه احنا في ظل التحول الرقمي وكان هدف اساسي في انشاء كارت الفلاح انه يبقى مش هيتم الصرف الا من خلال الكارت. يبقى هنا احنا طلعنا من العامل البشري سواء الرجل اللي هيقوم على هذه الاداره بس فعلا يا دكتور محمد كان في مشاكل ما اختلفناش لازم نعترف بيه. لا كان في مشاكل وكان في مجاملات وكان في حيازات وهميه وكان في بلاوي. ما هو الحل الحقيقه في الجمعيات؟ لكن انا عارف ان الكارت الذكي هيحل هذه كل هذه المشكلة. يتم حلها. طيب احنا عاوزين استسمحك معانا علي من اسيوط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عاملين ازيك يا باشمهندس؟ اهلا بيك. الكيماوي سيادتك اعطونا الشتوي ده هو شكارتين للكيب اعطونا شكارتين للشام الدرع. الصيف ولا الشتوي؟ ليه؟ انت احنا في الصيف دلوقتي. انت احنا لسه الشتوي. احنا في الصيف سيادتك اعطونا شكارتين من الكيب لمحصول ايه؟ لمحصول ايه؟ محصول الشام الدرع. محصول ايه؟ الشامي الدره الشاميه. طب احنا عايزين نساله سؤال بس طيب خليك عايزين نساله سؤال خليك معايا الدكتور محمد هيرد عليك. هو السنه دي الصيف اللي فات اخدت اسمده؟ ايوه الصيف اللي فات شكارتين للفدان. الصيف اللي فات برضه شكارتين؟ ايوه. والصيف ده شكارتين؟ ايوه. ان شاء الله باذن الله من اول الشتوي هيتم تطبيق كارت الفلاح ومش هنسمح لحد ياخد شكاره الا بالكارت وهنا هيبقى مفيش ما انا هقول لسعادتك خليك معايا بس هو المقرر السمادي للدوره هو لسه هو الفكره في حاجه الفكره في ان لسه اسيوط بتصرف بالكارت وبتصرف ورقي عشان زي ما قلنا نحل المشاكل اللي هي متراكمه ونعرف نجيب الناس تيجي تسلم البضائع بتاعتها لكن بدايه من الموسم الشتوي ان شاء الله القادم كله هيصرف بالكارت فهنا مفيش سود سوق ده مفيش مجاملات مفيش حد هياخد شكاير ازيد من حد احنا سيادتك عايزين طلب واحد عاوزين مثلا فدان يديله 5 شكاير 4 شكاير و200 جنيه ناخدوها. حاضر حاضر تمام حاضر. السنه ديت قرينا ب 400 جنيه شكاره ثابته. تمام ما انا بقول لك مع التدار تروح عند التاجر تلقى كماوي البنك كماوي اللي هو بتاع التمويل. تمام كلنا التدار دول. تمام ما هو ده اللي احنا ان شاء الله هيتم حل هذه المشاكل. بص يا حاج طول ما هو في طول ما هو في حاج صرف بالكارت وصرف ورقي اذا الفساد موجود بالظبط لكن احنا ان شاء الله بشكرك يا حاج علي بشكرك هنفتح الكارت فقط فمش هيبقى في سبيل ان هو
يتلاعب بهذه المقدرات للشعب. تمام، معانا الحاج محمد من قنا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا من قنا مركز ابو كيش. اهلا بيك الاستاذ محمد احفاد. اهلا وسهلا. احنا دافعين الملح، دافعين فلوس الملح ولغايه الان ما من 20 من 5 وما لا لا لحظه بس، دافعين فلوس وايه؟ هو الفلوس بتدفع مقدم؟ دافعينها مقدم. ازاي ده؟ دي حاجه جديده يعني. يعني ده احنا بيلموا منينا وبياخدوا ويجيبوها لنا بعد. تبع جمعيه ايه؟ جمعيه ايه يا فندم؟ جمعيه انا من محافظه قنا مركز ابو دين، جمعيه قصير بخانه. اصلاح ولا ائتمان دي ولا تبع الايه؟ الاصلاح ولا الائتمان ولا استصلاح ولا ايه؟ لا احنا مزارعين مش تبع الاصلاح. طيب سيب بياناتك، سيب بياناتك والدكتور محمد هيشوف الموضوع ده. عم سيادتك الزرع باط عندينا وكل حاجه باط. حاضر يا حاج محمد. تدافع فلوسك من امتى؟ من 20/5. جمعيه اصلاح زراعي صح؟ من 20/5. جمعيه اصلاح زراعي. من 20/5 واحنا خلاص داخلين على 10/9 ولا يعني محمد. انا اكد بس انها جمعيه اصلاح زراعي. هي اصلاح زراعي صح؟ تبع الاصلاح. يا فندم سيب بياناتك وهنتاكد وهنشوف القصه. بشكرك يا حاج محمد، ده موضوع جديد الحقيقه، ازاي المزارع يدفع ثمن السماد مقدم وما صرفوش ودافع من 20/5 واحنا في شهر 9 وقرب الموسم الصيفي ينتهي. الكلام ده يتم تحقيق فيه؟ الكلام ده دي مخالفه صريحه ومخالفه خطيره. طب الفلوس دي بتروح فين في الوقت ده؟ ومين المستفيد بيها؟ انا بتكلم على الهوا. لازم الموضوع ده نشوفه بمنتهى السرعه. دكتور محمد هيتصل بيه. سيب لنا البيانات. هتاخد يا فندم تليفونه وتشوف القصه دي. لا حاضر. واحنا هنتابع الموضوع ده، هنتابعه مش هنسيبه. تمام. ده انا اول مره اسمع ده، ان المزارع بيدفع مقدم ثمن السماد. ده كلام شيء غير مقبول طبعا. تمام، ده كلام ويتم التحقيق في كل الكلام ده ان شاء الله. يعني حاجه غريبه جدا. لا اول مره اسمع القصه دي. شيء غير مقبول. شيء غير مقبول. واحتمال يكون ده نظام وسيستم ماشي من فتره. شيء غير مقبول. الناس تدفع الاول وبعدين ما هو ان شاء الله كله هيبقى. يعني احنا مستهدفين في الشمول المالي ان احنا هيتم المحاسبه عن طريق الكارت. كارت عليه فلوس هيسحب شكارتين يتخصم من حسابه في ميزه مباشرة. علشان ما نمسكش حد فلوس في ايده. مجرد ما نزلت في اتسحبت هتضاف لحساب الجمعية، وعشان يعرف يصرفها تاني لازم بإجراءات قانونية. ومن هنا يعني هو لازم يحط في الكارت رصيد الأول. طبعا هتقول عادي ما انت بتدفع. هيجي مثلا المزارع هيقول ايه؟ طب انا لسه هروح البنك. لا يا سيدي، ده احنا دلوقتي الحمد لله نشرنا حوالي 1000 مكنة. وفي ظل حياة كريمة هيتم نشر جميع البنوك هتنشر مكن في القرى بحسب العمليه. واحنا كمان كزراعه المكن اللي معانا حولناها، بس قربنا ناخد الموافقات انها ممكن يروح يدفع الفلوس وتتضاف له على الحساب، يعني زي بنك تمام مصغر. تمام. طيب معانا اخر اتصال، ابو مسلم من اسوان. الو، ازيك يا دكتور حامد؟ اهلا بيك. ايه اخبارك يا باشا؟ والله بخير الحمد لله. واخبار الاستاذ محمد؟ الدكتور محمد مع حضرتك. الدكتور محمد سيادتك. اهلا وسهلا. اتفضل. سيادتك انا رحت ادي اطلع الكارت الذكي في جمعيه العطور بحر بمركز كوبومبو اسوان. فقالوا لي هات ورقه من البنك. جبت ورقه من البنك، رحت انا قالوا هات المسلسل. جبت الورق اللي فيه المسلسل، لقيت اسمي مش موجود ولا المسلسل جه. تمام. مسجل الارقام. تمام يا ابو مسلم. حاضر يا حاج ابو مسلم. انا معايا اخويا بجيان ومعاه فدانين، صرف فدان وبقي له فدان كيماوي لغايه جبت الكيماوي ما جابوش. تمام. حاضر سيب. حاضر حاج ابو مسلم سيب. 30/9 بيخلص التامين الصيفي. حاضر حاج ابو مسلم سيب بياناتك وتليفونك، دكتور محمد هياخده وهيتابع المشكله ديت ان شاء الله. احنا بشكرك. الوقت للاسف يعني اوشك على الانتهاء، بس انا عاوز انتقل لجزئيه اخرى. تمام. والمبيدات انا عايز اطمنه، بس عايز اطمن المستمع انه راح ما لقيش الكارت. احنا هنغير سياسه استلام الكارت قريبا، يعني بنظبطها. ان المزارع هيروح البنك الزراعي يستلم كارته. هو كده كده لما يطلعوا له الكارت من الورق اللي عنديهم اللي هو موجود هيدفع الفلوس. 50 جنيه بتاعت الكارت يدفعها. طيب هو هيروح ليه كارت
في البنك مالوش كارت، ما دام حيازته تم اعتماد زي ما احنا قلنا هيروح البنك يقول لهم يا جماعه انا عايز كارت، انا فلان فلان وعايز كارت، ويورد الفلوس وياخد ايصال ومعاد، زي مثلا رقم البطاقه، راح تعمل بطاقه يقول لك تعالى بعد 10 ايام خد بطاقتك، هيدفع الفلوس وياخد رقم ويمشي. ليه كارت مالوش كارت هياخد كارت. فالجزئيه دي احنا تلفيناها. طيب عموما حضرتك برضه هتتواصل معاه عشان نشوف القصه بالتفصيل ونحلها سواء كانت تمام. بقى عندنا او عند البنك، لانه زي ما قال الدكتور محمد يعني الموضوعات فيها اطراف عديده يعني. طيب للاسف انا كنت عاوز اتكلم برضه في المبيدات واللي موجوده في الجمعيات، وهل هيبقى ليها علاقه بالكارت الذكي ولا يعني التعامل، لان احنا دلوقتي الكارت الذكي معمول علشان يبقى كل تعامل الفلاح مع وزاره الزراعه عن طريق الكارت. تمام. لكن للاسف الوقت انتهى، فان شاء الله يكون في حلقه قادمه باذن الله، لان الموضوع يا جماعه الموضوع ده مهم علشان هيحل كل مشاكل الفلاح اللي هي ليها علاقه بالجمعيه الزراعيه وبكل الدعم اللي بتعمله الحكومه للفلاح. في نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين لا يسعني ان اتقدم بجزيل الشكر للزميل العزيز الاستاذ الدكتور محمد يوسف رئيس الاداره المركزيه لشؤون المديريات الزراعيه، بشكرك جدا يا فندم على هذا اللقاء. شكرا يا فندم، يعني شرف ليا ان انا اكون مع ليك. ربنا يحفظك. الشكر ايضا لكم اعزائي المشاهدين على كرم المتابعه، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من اراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، اللهم امين. الى ان القاكم في حلقه الغد بمشيئه الله، لكم مني اطيب المنى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.